بمناسبة الصفاقسي برضو، أحد حبايبك برضو في نادي الصفاقسي، خلينا نطلع نشوف نجم من نجوم نادي الصفاقسي ماذا قال عن النجم الكبير كابتن أنيس بوجلبان، ونرجع نكمل. السلام عليكم، تحية كبيرة كابتن إسلام، تحية كبيرة أخرى لأخويا وصديقنا والكابتن السابق أنيس بوجلبان. عشرة طويلة تقسمنا نفس الغرفة في نادي الرياضي الصفاقسي، الحمد لله تعدينا بأحسن الفترات الحقيقة وفزنا ببرشا بطولات. نتمنى له كان التوفيق توا في إن شاء الله في مهنته التدريبية جديدة، نطلعوا لبرشا حاجات إن شاء الله، ربي يوفقه وربي يعطيه ما يتمنى. احنا في قبل ما نرقدوا اسلام، كابتن اسلام مثلا تاخذ حبوب باش تشرب، مثلا تعمل مساج، تعمل حاجه باش تهدئك باش ترقد. لكن كابتن انيس بوجلبان عجيب، يعني ليله مباراه يعني يقول له اش تشرب انت باش ترقد؟ حتى انت باش تستغربها شويه الحكايه، استغربها شويه. وتحيه لكم كبيره اخرى وربي يوفق. نجم كبير طبعا. لا نفتي من احسن لاعبين يعني في الجيل 2004 ل 2008 و9، من احسن اللاعبين في النادي الصفاقسي، يعني صانع العاب اللي تتمنى هي فريق وقتها. كان تعبنا في الماتشين الحقيقه. لا لا يعني وعلاقتي به كبيره، لانه كريم النفطي وقت صغير كان صغير وطلع وكان معايا حتى في نفس الغربه في النادي، في نفس الغرفه في النادي الصفاقسي، شاب صغير وقتها مميز واخلاقه عاليه ولعيب ممتاز، فخليته قريب مني كثير. نتمنى له كيف كيف، هو تو مدرب مساعد في النادي الصفاقسي، نتمنى له ان شاء الله مسيره تدريبيه ناجحه كما كان لعيب كبير. ان شاء الله نشوفه يوم مدرب الصفاقسي، وان شاء الله نشوفوه مدرب ناجح. قال اش كان يشرب انيس قبل ما يرقد؟ ممكن هذه غريبه، هذه اللي ما فهموهاش. يشرب قهوه ويروح ينام، يشرب قهوه ويروح ينام، مش ممكن، كان غريب جدا. دي حقيقه، بصوا يا جماعه دي حقيقه فعلا، انيس يشرب قهوه ويقول لك انا عايز انام. طب يا عم الناس بتشرب القهوه علشان تصحى، هو بيشرب القهوه عشان ينام. ودي ممكن بالحق غريبه، غريبه جدا. انا اشربها 9 ونص انام 10. يعني دي غريبه جدا يا انيس فعلا. وانت عارف للغايه لليوم يعني بس تو اللي تشربها متاخر الساعه 12 ممكن انا ومراتي وبعد نرقد وتقوم جاي نايم ونايم على طول. غريبه جدا لكن ماشي.